طيب أنوه عن المسابقة وقلت إن هي بتبقى لأول 100 متصل من خلال الحلقة أو بعد الحلقة. لما بتتصلوا دلوقتي بيبقى معانا 100 متصل فقط عشان الناس ما تزعلش مننا. ال 100 متصل بيردوا الفريق الطبي أو أنا برد على حضراتكم، من خلالها بعرف مشكلتك الصحية إيه، سواء سمنة سواء في الشعر سواء في البشرة، وأبدأ أخد البيانات يعني وزنك طولك، في أمراض مزمنة بتعاني منها، ونبدأ نشرح الحالة ورشح لك الكورس من خلالي أو من خلال برضو الفريق الطبي. عايز أعرفكم طيب إزاي نشترك في المسابقة. لما الكورس بيوصل لحد البيت بيبقى الشنطة اللي فيها الكورس بتاعنا أو اللي احنا وصفته لحضراتكم، والفريق الطبي لو وصفوا لحضراتكم تأكدوا 1000000% أن لازم بيرجع لي الأول وأنا اللي بوصف في الآخر كل العلاج اللي بيوصل لحضراتكم للبيت. بيبقى فيه رقم مكتوب الكود أو الرقم على شنطة الكورس اللي بتوصل لحد البيت وبتوصل بدون مصاريف شحن، بيبقى فيه مكتوب على الكيس من وراء الكود أو الرقم. الرقم ده تحفظوه كويس جدا وياريت تكتبوه في ورقة ويفضل معاكو لنهاية الأسبوع، لأن كل أسبوع هيكسب معانا حد، سواء راجل سواء ست أيا كان هو مين، بس الفايز معانا الأسبوع ده هو راجل ولد. فأنا مبسوطة جدا إن أنا، وبصراحة أنا عايزة أقول حاجة كمان، يعني أنا مبسوطة وفي نفس الوقت مستاءة قوي من حاجة معينة، إن أنا شايفة كمية الولاد والشباب والرجالة بصراحة بيهتموا بجسمهم وبشرتهم وشعرهم بطريقة غريبة جدا، لدرجة إن هم فاقوا الستات. يعني الستات كمفروض معروفة إن هم يحبوا يهتموا بجمالهم، يحبوا يهتموا بجسمهم، يحبوا يهتموا ببشرتهم، لو تخنت شوية لا تجري تشوف لدكتور تغذية عشان أخس اللي أنا تخنته. لا أنا شايفة بصراحة إن الأغلبية أكتر وهم الرجالة بيهتموا بنفسهم جدا، ودي حاجة كويسة طبعا، بس إحنا لازم الستات ما ينفعش لازم نتغلب الموضوع ده عليهم. وأنا مبسوطة جدا بالحالة اللي كسبت معانا وصل لها الكورس ده، غير كمان إن هو خس معانا في شهر الحمد لله والشكر لله، وطبعا ده يرجع بعد ربنا للفريق الطبي لأنهم في ظهري التابع لشركة يوفيت. خس معانا حوالي 9 كيلو في شهر، خد ساعتها كورس، هنسأله لما يبقى موجود، خلال مش عايزة ايه احرق لكم المفاجأة. المهم ان هو كان الفايز معانا وكان من كفر الشيخ، فهو كان حابب ان الجائزة توصله لحد البيت، بس انا شرطت له لا، انا شرطي ان احنا نستلم الجائزة يكون معايا من خلال البرنامج على الهواء عشان المصداقية، يعني عايزة الناس كلها تشوف لا ان في اسبوعيا طول ما البرنامج شغال برنامج صحتك وبس، في جايزة كل أسبوع هياخدها من خلال الكود اللي بيوصل لحضراتكم للبيت. الكود ده بتحفظوه كويس جدا، وأنا بطلع لايف على صفحة البرنامج اللي هي صحتك وبس، عشان كده بقول لكم اشتركوا فيها، لأن أنا طلعت لايف من 3 أيام كده، من كام يوم، وقلت الفايز سحبنا والله بكل شفافية، الورق كان محطوط زي في حاجة زي كده يعني بولا، والله بكل، انا حتى قعدت اقلب في الورق كتير كده في اللايف للناس اللي شافت اللايف على صفحه البرنامج، ونقيت بطريقه عشوائيه وطلع الفايز معانا، هقوله في نهايه الحلقه باذن الله. وهو شرفنا، وانا يعني مشكور جدا ان هو جالي من كفر الشيخ بصراحه، عشان انا نويتها، يعني انا نيتي خير لكل الحالات اللي بتتابع معايا، وان شاء الله ما حدش يزعل خالص انه ما كسبش، كل اسبوع معانا جايزه ما فيش اي مشكله، والجائزة حتى قدام حضراتكم اهي. يعني احنا حتى قلنا يعني نعمل بوكس شكله شيك ولفناه لفة حلوة كده، هو كان هيجي في الكرتونة بس انا قلت لهم عايزين كده لفة كويسة، لان بصراحة الراجل تعب جدا ان هو جه من مشوار كبير عشان يستلم الهدية بتاعته، وتاني حاجة ان هو عنده ارادة قوية جدا، يعني هو كان عنده مناطق معينة في البطن، هو كان وزنه كويس جدا بس كان عنده البطن عالية جدا، فهو كانت مشكلته كلها في البطن. قلت له البطن ده في شهر واحد انا هقدر باذن الله انزله في ثواني يعني باذن الله، وفعلا في شهر واحد قدرنا ننزل البطن. كان بيعاني من مشكله ان هو حرقه ضعيف جدا، وكان من النوع اللي بيشرب مياه غازيه كتير، فده اللي سبب ليه انتفاخ للبطن وبيعاني من القولون. مشي على وصفات قلتها، ومشي على دايت، ومشي على الكورس العلاج. لما يجي بإذن الله في نهاية الحلقة هنسأله قدام حضراتكم
اخد ايه بالظبط، لاني برضو مش متذكره قوي. انا كل اللي متذكراه ان هو نزل 9 كيلو، وفرحت جدا بالنتيجه لاني دايما متعوده مع كل الحالات اول لما تخسوا ابعتوا لي عشان افرح بالنتيجه اللي قدرت انا والفريق الطبي توصلوا من خلالها. ومن خلال الارقام دي هي اللي موجوده على الشاشه، الارقام دي هي اللي هتوصلكم والله العظيم لبر الامان في صحتكم، في اي مشاكل بشره، شعر، مشاكل في الجسم، كل الحاجات دي هتتحل معايا ومع فريق كبير قوي مختص كله تحت اشرافي. ودايما بنوه الجزء ده قوي انه تحت اشرافي عشان محدش يقلق ويقول طب ايه، مع انهم خبراء تغذيه يعني فوق الممتازين، بس انا دايما متعوده اي حاجه اي وصفه بيرجعوا لي يا دكتور احنا ده وزنه كذا وكذا وكذا، طب ده نرشح ايه على طول، لإلا انا برد شخصيا.